يجوا حتى مقبرة مقابرنا وكنيستنا كانت كنيستنا تشيلوا تدفنوا ما يتشعلوا يدفنوا إلى جنب الباب. أيام قاسية أيام صعبة لكن الحمد لله بتخدي في المرة قاعدة برا نبدأ أنا أجي أدخل كيف أقول لها يا ماما تعالوا خلاص ما في حاجة البلد بقت أمان الجيش بقى نزل وخلاص حينزلونا ويجوا قلت لها أنا يا خالتي أجي كيف أدخل الباب كيف خالتي متوفية وأمي جنب الباب أدخل كيف في البيت من الصليب الأحمر يجوا يساعدونا حتى ندفنوا في المقابر في الكنيسة بتاعتنا مقابر الكنيسة يدفنوا فيها يعني هم مدفونين هنا جنب بالشارع يعني لو ما الوضع اللي عملوه فينا الدعامة ده ما كان يدفنوا كان يدفنوا عادي زي ما كل الناس بتدفن في الكنائس ويصلوا عليها في الكنائس احنا لا تصلوا عليهم ولا شافوهم ولا عملوا عايزين بس الصليب الأحمر يساعدنا ننقلهم نوديهم الكنيسة يصلوا عليهم ويدفنوهم في هناك هم ما بيعرفوا الدين ولا الحاجة ما عندهم ما زي السودانيين السودانيين عندهم تسامح ديني وبتسامح معانا لكن هم ما عندهم حاجة زي دي معانا ده يوم نحن طالعين أنا من كتر إنه هم ما عارفين ولغتهم مختلفة أنا ووفاء بتخالتي هنا كنا طالعين في الشارع ما جعلين في دعامة في الشارع لأنه الشارع كان مهسك وما كان فيه أي زول ما فيه دعم طلعنا لقينا لك ثلاثة أنا وطالعة نادونا تعالوا تعالوا في قلت لها وفاء في شنو؟ قلت لها تعالي نشوفهم دول منو؟ مشينا لهم لقينا الواحد فيه شعر شفت شنو؟ شفت الكيرلي؟ الشعر لهنا وبرج انت قالينا انتوا منو؟ رحت قلت لهم نحن اقباط راح انت ما حتى ما عارف ينطقها بيقول انت كبتي؟ ما عارف كبتي يعني شنو؟ قبطي معنى شنو؟ قال لها يعني مسيح انت مسيحيه؟ قلت لها اي انا مسيحيه لكن اشكالهم ما سودانيه الاشكال كلها تحسه حبشي تاشاتي حاجه زي كده لانه كله الشعر شفت الشعر طويل لهنا وكيرلي عامل كيرلي منظره اللغه ذاتها لا ما بيتكلم مع عربي مرات تحسهم بيربجوا مع بعض لانه في واحد كان بيتكلم مع الثاني بيفسر له يعني زي بيترجم له كلامنا ما فهمنا نحن بنقول شنو لا سرقات كثير سرقات قلت جاري ده سرقوه جاري ده ما خلوا فيه وما خلوا له شيء جاري ده قلت لك العربات عنده عربتين كبار العربتين الكبار دول شالوهم عربات دول جهزوهم من بالليل مين بالليل جهزوا العربات جهزوها بالاساتك نفخوها خطوا لك فيها الهناية بتاعتها يعني جهزوا العربيه باكملها بعد ما جهزوا العربيه كمان ثاني يوم جه شالوها الصباح شالوها عادي دخلوا البيت بالتتشر بتاعتهم تتشرات كده دخلوا البيت جوا وطلعوا شالوا العربيه ومشوا زي اكنه بيته ما بيعملوا يعني بيدخل الواحد فيهم اكنه بيت يشيل الحاجه ويطلع ده شفناه بعينه يعني انا بقول لك شفته بعيني لكن الله يسامحهم ويسامح كل العمل وظلم السودان دي الله يسامحهم اي زول ظلم السودان وخطاف موقع زي دي ربنا بس يسامحه احنا غير كده ما بنقول انا بقول له الله يسامحه ما حقول ما بدعي عليه لكن بقول له سامحك لانه بعدتني من اهلي ومن ناسي واختي تموت وامي تموت وادفنهم جنب بابي ده بس الله يسامحه ما حقول غير كده احنا ما بنقول غير كده ربنا بس ربنا كريم هنا قاعد في الارتكاز اللي جاي جنبي ديا يجيبوا لي احمد الطيب لغايه البيت يجيب لي ها يجيب لي اختي كانت لما كانت عايشه قاعده كان في واحد من السجيش شاب صغير اسمه يسري يجيب لها الاكل ما لاقي تاكل يا حرام جسمه يرجف وما لاقي ياكل ولا شيء يجيب لها الاكل اسمه يسري ده جاش هنا قاعد هنا جنبها وواحد ثاني اسمه ايمن عبده ده الله يديه العافيه ايمن عبده ده يجيب لي السلطه يجيب لي الفول يجيب لي الطعميه يجيب لي العيش يا ايمن تعال اخذ قروش وقول لي لا ده واجب عليك يجيبوا لي لغايه البيت ما خلى لنا شيء ناس الجيش ما خلوا لنا شيء وما جابوا لنا احنا قاعدين جوا الكنيسه جوا في الكنيسه ضربوا نار بدون اي سبب بدون اي تفاهم ضربوا نار ضربوا القسيس هنا في رجله وكان في المساعد بتاع المعلم ضربوه القتيل والمساعد بتاع مطران مسكوه ما خلوا حاجة في يد في جسمه كان ما شرطاه بالمطر شرطوه عليك قلت أنا بقول لي يا أخي
انت ليه بتعمل كده؟ انت ما تسال الناس قول لهم اسال الناس قول لهم كده. قالوا لا انا ما بسال، انا بضرب الناس. طبعا قلت له هذا ضربني قدامك، هذا ضربني. قلت له يا اخي انت لو، قال لي احنا جايين نعمل ديمقراطيه. قلت له يا اخي الديمقراطيه ما بتجي كده، ما بتجي بالسلاح وما بتجي بالهناء. الديمقراطيه بتجي بالانتخابات، بتجي بالرضا. انا انت راضي، انا راضي، ده ما راضي، ما بتجي كده. قال لي احنا هنجيب الرجال. ضربونا ضرب ما يعلم بيهم. كل ما اتذكر الساعه دي اللي عملوا الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. نحن اليوم في زياره كريمه لاخوتنا الاقباط. الاخوه الاقباط جزء لا يتجزا من المجتمع السوداني حقيقه، يعني حقيقه. عندما يكون الحديث عن الاخوه الاقباط في المجتمع السوداني يكون الحديث او السيره العطره يعني عن الصدق والامانه، خاصه في المجال بتاع التجاره. الاخوه الاقباط احد ركائز التجاره في السودان حقيقه، يعني خاصه في شنو المنطقه بتاعت سوق ام درمان. يعني نحن جينا نتفقدهم هنا ونطمن اسرنا اللي خرجوا من هنا وسافروا وغادروا البلاد، انه نطمنهم على اسرهم ونطمنهم على ام درمان القديمه انها بخير وتحت سيطره القوات المسلحه، وهندا اهلهم بخير كلهم. يعني نطمن اهلهم في الخارج. يعني برضه نحن حنعمل زياره للكنائس نشوف فيها حجم الدمار من قبل الغصف العشوائي من قبل ميليشيات الدعم السريع، على اساس انه الناس تشوف حجم الدمار، وعشان الناس تحاول او تبدا في تاهيلها وترجع زي ما كانت، وترجع ام درمان القديمه زي ما كانت. ما بتتحكم معاهم بالضغط، شفت لازم يخرب يخرب، وما عندهم هاي الباب بيخربوها، الخراب ده في دمهم. أنا قطية مسيحية وسودانية، سودانية أصلا لأن جدودي سودانية، والكنيسة دي سودانية قامت لا أكثر من 70 سنة. الكنيسة دي قامت في 170 سنة، أكثر من 170 سنة. الكنيسة دي سودانية وقامت سودانية وحتكون سودانية، ولما نموت حنكون سودانية، ولبس التوبة السوداني ودخلت الكنيسة بتحتي بالتوبة السوداني. مسيحية سودانية، سودانية طيبين مسامحين، والعمل في كنيستنا دول ما سودانية ولا بيشبه السودانية. لو كان في السودانية ما لو كان هم فعلا سودانية ومن أصل سوداني ما كان عملوا العملوا في الكنيسة دي. كنيستنا دي ما بتستاهل، والسودانية ما بيستاهلوا، والشعب السوداني كله ما بيستاهل ينصر الجيش ويقيف معاه، لأنه ما خلانا ووقف معانا، أكلنا وشربنا وساعدنا ووقف معانا. الله يساعدهم ويقويهم.